الحق والصواب. نعم بارك الله فيكم شيخي. ومعي ثائر، السلام عليكم يا ثائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وحياك. شكرا أخ تامر، لأنك قلت سأدعو للأكثر للهداية. نعم ولنفسي ندعو الله أن يهدينا وأن يهديك وأن يهدي بنا، اللهم أمين. وأنا كذلك سأدعو لك في الهداية عند حرم الإمام الحسين عليه السلام. أما أنا فسأدعو لك عند حرم الله، ولتنظر أنت أيهما أعظم وأفضل عند رب العالمين. تفضل بالسؤال. نعم السؤال أول لسماحة الشيخ بارك الله بكم، إنه ما ورد في صحيح البخاري في باب الوضوء، الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، إنه قال عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقولون وصلى الله عليه وآله كما نقول واشتد وجعه واستأذن أزواجه. وأظن أن يا ثائر، وأظن أن بهذا اللفظ هي صلاة بتراء، سواء قلت أو قلنا، فينبغي أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأن نسلم عليه تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلم بقى بالمرة، سلم بقى بالمرة يا أخي سامي، خليه يدخل في موضوع. نعم. أطول لك. هات السؤال. عليه وآله وسلم. طيب هات السؤال. نعم. واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين تخبط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر، قال عبيد الله، فذكر ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. هل يمكن اعتبار سماحة الشيخ من هذا الباب أن عائشة كانت تكره مجرد ذكر اسم الإمام علي عليه السلام؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني سماحة الشيخ، أنه ما ورد أنه هل يوجد كفر أصغر وكفر أكبر؟ لنسمع بعض الطوائف تقول أن الطائفة الفلانية نكفرها بالكفر الأصغر وليس بالكفر الأكبر، كما سمعت ذلك من الشيخ محمد صالح المنجد عن الأشاعرة والماتردية. أما السؤال الأخير لسماحة الشيخ، سماحة الشيخ، هل ابن تيمية عندما ذكر في قوله تعالى في منهاج السنة النبوية الجزء الرابع صفحة 500 عند قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قال أن جميع الفقهاء قد اتفقوا أن قتال الخوارج والمرتدين كان قتال من أجل العقيدة، ولكنهم اختلفوا في قتال في حرب صفين وفي معركة الجمل، وقال إنها معركة فتنة، حيث إنه وصف ما قام به أمير المؤمنين بأنه فتنة، لأنه لم يكن من أجل الله ولا رسوله، وإنما كان من أجل السلطة الدنيوية. هذا ما قاله في كتاب منهاج السنة النبوية الجزء الرابع صفحة 502 و500 بين هذه الصفحات. المسألة الأخيرة سماحة الشيخ، أدوات الطرب كالعود والقيثارة والكمان وغيره، هل هذه حرام؟ وإذا كان أحد الأشخاص يستخدمها ويدعي التدين والالتزام، فهل ينبغي يعني القول بأن هذا حرام له؟ بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحديث البخاري. نعم. ما ذكره من أن سيدة عائشة لم تذكر بسم الله. نعم. اسم الله سيدنا علي صراحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يعني أرجو من الأخ ثائر ومن كان على شاكلته أن نحسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لم يكن هناك حسن ظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنفحفر عن كل زلة، عن كل غفوة، عن كل غفلة، ونخرج منها بسرطان كما تفعل يا أخي ثائر. عائشة رضي الله عنها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم للمؤمنين، وليس بينها وبين علي رضي الله عنه ولا بينها وبين أحد من الصحابة أي نزاع، بل الكل يبجلها
ويعظمها، وهي كذلك تبجل جميع الصحابة رضي الله عنهم. وما ذكرت من الحديث أنها ذكرت العباس ورجل آخر، ما الذي يخرج من فوق السطور أو تحت السطور من هذا؟ ما العلة أنها ذكرت العباس وذكرت معه آخر؟ يعني الأمر في محنة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مريضا ويعني يتحامل على رجلين، العباس وآخر. فيعني أرجو نحسن الظن، لا أقول بالصحابة فقط بل بجميع المسلمين. والله يا ثائر لو حسنت الظن بكل مسلم لحسنت الظن بأبويك وجيرانك وبكل المسلمين، ولو أسأت الظن بالصحابة لأسأت الظن بنفسك وأهلك وذويك. فهذا يعني كلام كما يقال سفسطة. السؤال الثاني. نعم شيخي، أنا أريد أن أقول لثائر أمرا في هذا الأمر إذا سمحت لي. تفضل. في هذا الحديث أو في صحيح البخاري في هذا المقام تحديدا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا أبي بكر أن يصلي بالناس. نعم. في هذا الموقف تحديدا، فقالت السيدة عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكو فلا يقدر على القراءة. هل هذا يعني هي لا تريد لأبيها أن يؤم الناس؟ نعم. فهي بذلك تكره أباها ولا تريد لأبيها أن يقف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في المصرية العامية بيقولوا المثل: حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. وأنا يعني أربأ بك أن تكون عدوا لأم المؤمنين، حتى وإن أنكرت أنت أنها أم للمؤمنين ولم ترضى أن تقولها في حلقة سابقة، فهي أم المؤمنين أردت أم لم ترد، شئت أم لم تشأ، هي أم المؤمنين. فإذا أردت أن تدخل في زمرة المؤمنين فهي أم المؤمنين. أتلقى هذا الاتصال ثم نجيب على باقي أسئلتها. السلام عليكم. أسامة حبيبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. تفضل يا أخ أحمد. والله سامر ده سائر دوت معمم يا عم، مش من مدرسة عندي قناهن، وبيقول لك ده أنا طالب علم وبيجيب حاجات أصلا. وطبعا قال الله تعالى: واعلموا أنكم غير معجز الله وأطهر مغتل الكافرين. هو قال لك مكة النجف أطهر من مكة. كربلاء أفضل من الكعبة. كربلاء. نعم. ربنا فضحه عشان إحنا بندافع عن النبي وهو بيتهم عرض النبي. كيف والله العظيم أدعو الله مخلصا أن يهديه فيكون داعيا إلى الله لا داعيا إلى كرهي أو كراهية أمهات المؤمنين. أدعو الله أن يهديه. والله أستاذ أسامة، والله لن يجدوا لهم سمعا في أذان الأمة العربية أن احنا عرض النبي أحسن علينا من حماس. والله ما احنا راضين عن حماس لأنها تضع يدها في يد اليرانيين. والله عرض النبي أطهر من حماس وأطهر من القدس. والله وأطهر من الدنيا كلها. سوف يجيئك صوت أبي بكر ويقطع لسانك هذا وضعه في دبرك يا كافر أنت. لا الله يبارك فيك، الله يبارك فيك أخ أحمد، الله يبارك فيك. يعني ينبغي كما قلنا أن ندعو إلى الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، فيعني حتى إذا أسيء إلينا لا نسيء إلى أحد. أعود شيخ، يعني مسألة الكفر، وأحسب أنها ليست بهذا اللفظ، يعني الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ونسبها إلى الشيخ المنجد حفظه الله، مسألة الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هو بالنسبة للشرك بينقسم إلى قسمين. نعم. شرك أكبر وهو المخرج من الملة، وهو أن يجعل مع الله ند، أو أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة، أو أن يجعل في عبادة من العبادات مع الله عز وجل شريك. أما الشرك الأصغر فهو يتعلق بالأعمال، شرك في نفس العمل كالرئاء وغيرها من الأشياء. الشرك الأكبر يخرج من الملة، أما الأصغر فلا يخرج من الملة، ويعد أكبر من الكبيرة، ولكن صاحبه عمله فقط الذي فعله في هذا الشرك الأصغر محبط. كرجل يصلي، هو يصلي لله عز وجل ثم ترأى في الصلاة أنه يحسنها ويزينها لجماعة من الناس، هذا نوع من الشرك لكن أصغر ويسمى رئاء. لكن من صلى لصنم أو سجد للحسين أو سجد لقبر فلان أو علان، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، والله أعلم.
أبو علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو علي. أشارككم لحظة بس، جزاك الله خير. تفضل. أنا عندي سؤال وعندي مشاركة بسيطة. تفضل بالسؤال. الله يحفظك إن شاء الله. بالنسبة للمشاركة، السائر هذا اللي يتصل، اللي ما فيه غيرة يا أخي، اللي ما يغار على أم المؤمنين فلن يكون فيه غيرة على أهله ولا على زوجته ولا على بنته ولا على أحد من أقاربه ولا على المسلمين أصلا كلهم. اللي ما يغار على أم المؤمنين فلا هو مؤمن. هذه المشاركة بس. وعندي سؤال جزاك الله خير، شان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه إن، وهذا السؤال لشيخنا الحبيب جزاه الله خير ورحمة الله والديه، لأني معمي الحين ما أدري إيش أقول، مرتبك من اتصال زائر هذا. لا تفضل يا، لكن صبرك علي شوية بس. لا ترتبك يا شيخ، لا ترتبك ولا تشغل بالك بهؤلاء. ورحمة الله والديكم كلكم، ونفعنا الله بكم، وأنت والله في جهاد وإحنا في عذاب، يتمن بالله العظيم مما نسمع من زائر هذا وأشكاله بس، لكن ما عليه، عسى الله يهدينا وياهم إن شاء الله للصواب. طب معلش لحظة لحظة يا أخي، هو في قضية مهمة جدا، أنهم يظهرون العفن، هذا الذي أردت أن أقوله، يظهرون العفن حتى يعلم العالم ما عليه هؤلاء القوم من طعن في أصول الإسلام، بل في كل الإسلام. يعني هو لا يرضى أن كما قلت حضرتك أن يطعن في أمه أو أخته أو جارته أو قريبة، ثم يطعن في من، حتى لو فرضنا يعني لو عنده القليل الستر، كما يقال الستر، لو رأى جارة عنده فيها كلام الستر. ولكن هؤلاء كما يعني هو معلوم يريدون استئصال هذا الدين، يريدون إضلال الأمة من البداية إلى النهاية. تفضل. وفقك الله. السؤال يا أبو علي. الله جزاك الله خير. السؤال جزاك الله خير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول يعني اللي حرم فيه لحم الحمر. نعم. والمتعة. نعم. ترى جزاك الله خير ورحمة الله والديك. وهو من رواية علي رضي الله عنه أيضا، من رواية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، علي وعمار وبلال وجماعة، فهو من رواية علي أيضا رضي الله عنه. تشابه نكاح المتعة هي يساوي أكله أكل لحم الحمار؟ هذا سؤالي بس، لأني أرى أن فيه ترابط. نعم، يعني الربط بين زواج المتعة وأكل لحم الحمر الأهلية، يعني يقول لماذا هذا المزج بين الأمرين في التحريم. نعم، بارك الله فيك، يجيب الشيخ إن شاء الله. ولكن نجيب على أسئلة ثائر أولا، في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا أعلم ما هذا الربط بين الآية، ثم قال إن قتال الخوارج كان لأمر نعم. قبل ما تكمل الجزئية، تفضل شيخ. ممن يعيثون في الأرض فسادا وليس لهم الجنة إن شاء الله تعالى، هؤلاء الذين يكفرون الصحابة ويهتكون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. تفضل أكمل. ربط بين الخوارج وقال إنها ردة عن الإسلام، وبين صفين والجمل وأنها فتنة. نعم. هو بالنسبة للشجار بين الصحابة، اتفق علماء الإسلام على أن السكوت عنه أولى وعدم الفحفرة، لأنهم جميعا رضي الله عنهم، وهذا خلاف يحدث يعني قد يكون في البيت الواحد وفي الأسرة الواحدة. أما ما كان من أمر الخوارج فأقول لهذا الأخ ثائر، أقول له أن علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج ما كفرهم، بل أمر أصحابه ألا يقتلوا جريحهم ولا يتبعوا مدبرهم، وإذا رأهم يصلون يدعونهم يصلون، يعني أقامهم أو أقام لهم أحكام الإسلام. ثم من هم هؤلاء الخوارج؟ من هم؟ هم كانوا أصحاب علي رضي الله عنه، فانشقوا عليه، أخرجوا من علي، ولذلك علي رضي الله عنه يعني وقع فيه طائفتان، غلو كأمثالك وأمثال من عندك، غلو زائد، ومن كفروا كهؤلاء الشيعة الذين كانوا معه من شيعته، ثم خرجوا عليه وقاتلوا، وأرسل إليهم ابن عباس ابن عمه ناظرهم وعاد منهم جماعة، ولكن يعني أصروا جميعا هؤلاء على قتل علي رضي الله عنه إلى آخره. فالشاهد هنا بأن هذه الفئة ما كفرها
علي رضي الله عنه ولك فرح من أهل الخوارج وقعت فتنة تأويل وقعت بهذه الصورة. كما يعني عند أهل السنة يبدعون جميع الفرق المخالفة للسنة مبتدعة، وأيضا من يحمل دائرة الإسلام لا يكفر، حتى هؤلاء الروافض الاثنى عشرية الذين يفعلون يعني لا نكفر إلا علماؤهم الذين يصرون على هذا الكفر الشنيع، أما جهالهم وعوامهم فلا يكفرون، وندعو الله لهم بالليل والنهار الهداية والسداد حتى يخرجوا من هذا الظلم والظلام الذي يعيشون فيه، ونسأل الله الهداية. أخي هاشم السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ السلام؟ أهلا بك يا أخي هاشم. والله العظيم أنتم بتحرقوا في دمكم. السائر الحديث بتاع الشاب الأمرض اللي سأل عليه الشيخ المنجد، كان الشيخ المنجد أول الجمعة اللي فاتت قبل اللي فاتت دي بياخد الأسئلة وبعد كده يجاوب. فأنا بجي عند سؤال سائر الدراجي وعبالك قصد بالله كمان مرة قال لك البنات شكله مش بني آدم وعبالك الحديث بتاع الشاب الأمرض. النهاردة كنت بتفرج على إعادة النهاردة للشيخ المنجد، أقسم بجلالة الله بمجرد ما عرف صوته أقسم بالله اتقفل الخط بالكنترول. طيب ده سائر. طيب يا أخي هاشم، عارف ليه؟ لأنهم أقول لك ليه لأنهم كذبوا على فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد ونسبوا إليه أنه قال إن هذا الحديث صحيح وأقر بما فيه، وهذا ما حدث، لم يحدث على الإطلاق أن يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد مثل هذا القول، وهو من كبار العلماء الذين نجلهم ونحترمهم ونعلم أنه على علم ونثق في علمه. فحينما يكذب عليه الكاذبون ويقولون إن الشيخ المنجد قال مثل هذا القول فله أن يغضب. تفضل. نعم. أنا ليه في السعودية 19 سنة هنا. نعم. والله العظيم قسم بالله كمان مرة يا ريت إن في السعودية 20% منه في العراق، يعني تمشي هنا أخبرك يقول لك الوهابيين ومش الوهابيين، أقسم بالله شرع ربنا كما يقال. الحمد لله. بس الحمد هم عاقدين على السعودية أصلا. الحمد لله. عندك سؤال يا أخي هاشم؟ أيوة أستاذ أسامة. اتفضل بالسؤال. أنا ما عنديش سؤال ولا حاجة، بس أنا حبيت لأن أنا شفتك بتعرف في دمك. لا خالص ما بي... لا خالص. يعني والله العظيم قسم بالله كما ما أنت رمز لنا. الله يبارك فيك ربنا.